إذا لاحظ معي كيف سأقوم بتحديد هنا مقام المشترك بين الأعداد المقترحة الأصغر. إذا هنا لدينا 6 في المقام وهنا 12، إذا ما هو المقام الموحد المشترك الأصغر؟ وهو 12. لماذا؟ لأن 6 إذا ضربناها في 2 تعطيني 12، وإحنا بغينا المقام يكون فيهم 12. إذا هذا العدد هذا ممكن نخرجه، إذا 5 على 6 زائد 7 على 12 تساوي 6، قلنا نضربها في 2 تعطينا 12، 5 إذا كذلك هي نضربها في 2 زائد 7 على 12 تساوي 5 في 2 هي 10 على 6 في 2 12 زائد 7 على 12 تساوي. إذا هنا لاحظنا عندنا المقامين مشتركين. إذا شنو نديرو؟ نكتبو 12 ونديرو 10 زائد 7 تساوي 17 على 12، وهو الجواب. إذا هنا الجواب الصحيح هو 12. كذلك هنا ما هو المقام المشترك الأصغر؟ وهو 8. لماذا؟ لأن 2 مضروبة في 4 تعطيني 8. كذلك هنا المقام المشترك الأصغر واش هو 12 3 ولا 4؟ إذا شكون هو؟ هو بينتهم مقام مشترك بينتهم هو 12 والصغير. لماذا؟ لأن 3 ضربناها في 4 تعطينا 12، و 4 ضربناها في 3 تعطينا 12. وهذا الجواب ديال التمرين الثاني. الآن التمرين الثالث. إذا جميع أو ميم دينوميناتور سون كالكولي لا سون. ألو لاحظوا معي جيدا، 3 على 8 زائد 3 زائد، إذا هنا لدينا 4، إذا 2 على 4 فاش نضربها؟ فاش نحطلو على 8، لأن المقام المشترك بينتهم هو 8، الموحد هو 8. إذا 4 فاش نضربها؟ نضربها في 2 في 2 تساوي، إذا 3 على 8 تبقى كما هي، زائد 2 في 2 4، على 4 في 2 8. إذا حنا حصلنا على العددين مشتركين. كذلك هنا إذا 6 هو المقام الموحد، إذا أكتبه 5 على 6 ناقص 3، كيف شنو اللي نضربها باش نوصلوا على 6؟ إذا باش نضربها، باش نضرب 3 باش تعطينا 6، نضربها في 2، إذا هنا كذلك نضربها في 2 تساوي 5 على 6 كتبقى كما هي، ناقص 2 في 2 4، على 3 في 2 6، وهذا هو الجواب. إذا لاحظنا المقامين مشتركين. هنا 1، ما شنو هي 1؟ هي 1 على 1 زائد 8 على 7. إذا هنا شنو هو المقام الموحد؟ هو 7. إذا 1 فاش نضربه واش تعطينا 7؟ نضربه في 7 زائد 8 على 7 تساوي 1 في 7 7، على 7 زائد 8 على 7، وهذا هو الجواب. هنا 2.5، ما هي 2.5؟ هي 25 على 10. كما تلاحظون هنا لدينا عدد موال فاصلة، إذا شكون هي الصفر اللي فيه غير عدد موال فاصلة؟ هي 10 ناقص 4 على 5 تساوي. إذا شنو هو المقام واحد هنا؟ هو 10. إذا 25 على 10 تبقى كما هي، ناقص 5 فاش نضربها باش نوصلو لعشرة؟ نضربها في 2، 4 تاهي نضربها في 2، إذا 25 تبقى كما هي، على 10 ناقص 4 في 2 8، على 5 في 2 10، وهذا هو الجواب ديال التمرين الثالث. لاحظ معي
سوف أقوم بإنجاز التمرين الرابع، أنجز في دفتري ثم أحيط بخط المجموع المناسب. إذن لدينا 3/4 زائد 2/4 تساوي، إذن هنا مقامين موحدين، أكتب 4 و 3 زائد 2 تساوي 3 زائد 2 هي 5/4. إذن فينا هنا الجواب 5/4 فينا هو، إذن هو هذا، إذن الجواب صحيح هو هذا. نمشي للأخرى، إذن 1/2 زائد 1/4 تساوي، إذن كما قلنا هنا 2 فاش نضربها باش نوصل 4، إذا فاش نضربها نضربها في 2، حسن جدا، زائد 1/4 تساوي، إذا 1 × 2 = 2 × 2 = 4 زائد 1/4، إذا تساوي 3/4. هذا هو الجواب، فين هو 3/4 هنا؟ إذا هي هذا هو الجواب الصحيح كما ترى. إذا لدينا عاوتاني 7/12 زائد 2/6، إذا شنو هو الجواب؟ إذا شنو ندير؟ 12 فاش نضرب 6 باش تعطينا 12، نضربها في ماذا؟ في ماذا نضربها؟ في 2، إذا تساوي 2 7 نكتبو 7/12 زائد 2 × 2 = 4 × 6 = 12 تساوي 7 + 4 هي 11/12. فين هو الجواب هنا الصحيح؟ هو هذا 11/12. الآن التمرين الخامس، نجلس في دفتري ثم أحيط بخط الفرق المناسب. إذن دابا نديرو الفار، إذن لدينا كما تلاحظون 5/3 − 2/3، كما قلنا 5 − 2/3 لأن لدينا نفس المقامين، تساوي 5 − 2 هي 3/3، و 3/3 شحال تساوي؟ 1، حسن جدا. إذن شنو هو الجواب هنايا؟ هو 1. إذا لدينا 9/7 − 1، شنو هي 1؟ كما قلنا سابقا 1 هي 1/1 عدد كسري، 1 باش نردو عدد كسري هو 1/1 كما ترى، تساوي إذا 1 فاش نضربها باش تعطينا 7، نضربوها في ماذا؟ نضربوها في 7، حسن جدا، تساوي إذا 9/7 نكتبوها ناقص 1/7 = 7/7 تساوي، إذا دابا ولاو ليا مقام واحد نكتبو 7، و 9 ناقص 7 شحال تساوي؟ تساوي 2، إذن الجواب الصحيح هو 2/7، إذن كما تروا 2/7. أمشوا ل 1 − 4/5 تساوي، إذا كما قلنا 1 شنو هي؟ هي 1/1 − 4/5 تساوي، إذا 1 فاش نضربها باش تعطينا 5؟ كما قلنا قبيلة ضربوها في 5، حسن جدا، ناقص 4/5 تبقى كما هي تساوي، إذن 1/5 كم تساوي؟ 5/1/5 كم تساوي؟ 5 ناقص 4/5. الآن 5 هي وقلت المقام موحد هو 5، نكتبه 5، و 5 ناقص 4 تساوي 1، إذا الجواب هو 1/5، إذا نشوف فينا هي، إذن ها هو الجواب 1/5. إذا نتلاقاو في فيديو آخر مع تصحيح تمرين 6 و7 و8 صفحة 48 إن شاء الله. إذا ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة باش دعمونا باش من أجل مزيد من الفيديوهات.